هلا نزل الووردبريس، ناخذه بنروح على الوام سيرفر او على الاباتشي سيرفر لعنا، نعمل نيو فولدر بنسميه ووردبريس انسكور عربيك، فيكم تسموه مثل ما بدكم، نعمل بيست للزيب فايل وبنعمل له اكستراكت. بعد ما يخلص الووردبريس الاكستراكت تبعه له بنفوت على الفايلات بناخذهم ونرجع بنطلعهم لبرا على الروت دايركتوري تبع الفولدر اللي خلقناه.